ممكن معروف 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 المعروف يا لبيك. صباح معرض العطور وبالتوفيق. صباح الخير يا اخوان، مع نديم اخو زيل والحصان ابو عقاب وعلى الدوحة ان شاء الله والحافظ الله باذن الله نشوفكم ان شاء الله هذا البرد وما يسوي صح. هلا والله، حيا الله من جانا، يا مرحبا، حيا الله الشباب المقانية، حياكم الله. حسبوني مقنع صح. هلا والله، هلا هلا هلا، مرحبا والله. البرد يا لعبت فيها خطوة عادي بيها هلا شاعل. السلام السلام، عرفت الفارس الملثم؟ انت سلاف في الدار كله عشان ايش؟ عشان البرد يا ولد، لعب فيني والشاهي الثقة جاكم، انت بلاتك وبعلى عمر. يا بول الجبا ارحب الببيعه من نار بالعد عاش ابو عقاب. يا صباح اليوم عاش عاش عيال الدولي باكم شوي لبع عنكم هنا يا ثلاث أبيات مي بتوفيكم حقكم. أقول ألا ناصر من روسة عطلان الأشناب ما عليكم زود ما خاوي إلا اللي خوته طب وعلاج معي محاز من لقس الوقت محراب شخصين ما اسمع بهم هرج هراج اطلق حجاجك يا المطيري يا ابو عقاب اطلق احجاجك يا المطيري يا ابو عقاب وحطني على يمناك يا محزمي بهاج وسلامتكم وافين وافين انا اشهد اشهد في ذمتي وعلي الطلاق اني ما قلت على اجل حاجه كفو صباح الخير ارحب ابو عقاب قرب قرب من عطر من عطرك منه طبعا هذا اللي انت معلن عنه ما شاء الله تبارك الرحمن بس هنا 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 الله يطيب طيب تدري إيه علشان اعلم الشيء اللي انا موجود بقول لك حاجه والله العظيم شيء شفته انا بعيوني رحنا لرند البحرين اول ما شاف الكاشير نواف قال فلا هلا اي والله قال نواف ليه قال يا اخي سببت لنا زحمه سببت لنا على العطر يقول اقسم بالله انا في ثلاث ساعات خلصت ما شاء الله تبارك الرحمن كفو يا ابو عقاب والله يزيدك يوم جيناه يقول والله يزيدك والله يزيدك ان شاء الله من فضله بس تستاهل ونعنها شيء في الواطن لا ما نبي شيء